بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا على خير وبخير. وقبل ما نبدا الدرس كنرحب بكل اللي التحق بيا في المجموعة ديال القناة ديالي، كنقول لهم مرحبا بيه وان شاء الله يستفدوا في الدروس اللي كنعملوا. اذا على بركة الله اليوم ان شاء الله غادي نكملوا لاجيب ابانو، وغادي ندير لاجيب ابانو افيك ليكي باش تكون ايفازي من التحت، ما يجيش يجيب ابانو كي دروات. بون، اول حاجة كنا درنا من نوبل فاتيس اون في ان بوتي رابيل، كنا خدينا هنا اللي كتشوفوا عندي الحزام، هذا هو الحزام ديالي، هذا اون فيغ. هنا لي اونش، ما بين الحزام ولي اونش ديما كنقولوا 22 سنتيم. واش كنديروا؟ كندير كنا درنا لي بانو. الوغ بالنسبة لي بانو كنا خدينا توجور الحزام 84 لي اونش 106 وزناها 6 ديال لي فازمون، باش ما تجيش لا جوب ضيقة من لي اونش. عطاتنا 112 سنتيم، 112 في الدورة كاملة ديال لي اونش. كناخدو النص ديال لي اونش، كنقسم منهم النص ديال الحزام، 56 ناقص 42 عطاتنا 14 سنتيم، 14 سنتيم. بس 14 سنتيم في لاجيب ابانو كنفرقها في لي كالد، في لي باردون كنفرقها في لي كالد، سي سا. دونك عندي انا اون جوب ا 6 بانو، وهاد 14 سنتيم بما ان غي ديال النص ديال لاجيب غنقسمها على 3 كتعطيني 4.6. دونك 4.6 غتمشي لي في الشكل شاك كالب، وفي البلاصه اللي كتكون فيها لا كوتور، بلاصه ديال الخياطه ديالي. الو حاجه ثانيه بالنسبه لي بانو، كيفاش كنحدد القياس ديال البانو؟ اش كناخد؟ عندي 112 سنتيم بالدره ديال لونش كامله، كناخد 112 وكنقسمها على 6، حيت عندي 6 ديال لي بانو. دونك نكتب هنا 112 لي كريسي جو ديفيز بار 6 كتعطيني alors 6 par 8 48 عطاتني 18.6. دونك عندي 18.6 في كل بانو، متفقين؟ بالنسبة لي بانو قلنا هنا لو هنا الحزام، هنا لو ميليو دوفون هذا كتشوفو هنا، سا سو لي ميليو دوفون و سا القدام. الوغ لي ميليو دوفون سي اوبلي. دونك هنا اللي بغيتي تقولو عندي هنا غير النص ديال بانو، ماشي بانو كامل، داكشي باش كتشوفو هنا كيجي صغير مكيجيش كبير. هنا هنا ديال لي ميليو دوفون، هذا لي ميليو دو كيجي النص ديال البانو، سافا دير 18.6 نقسم على جوج غتعطيني 9.3، و 9.3 بالنسبة النص ديال القدام. بالنسبة لي زوطخ بانو كيكونو كلهم بيان سور كيكونو قد قد، غادي نديرو 18.6 في كل بانو. ألوغ دابا شنو كندير؟ بالنسبة لا جوب أبانو كتكون لارج، غادي نديرو لي لارجيسمون ديالها، لي لارجيسمون. بالنسبة لي لارجيسمون جلايل حسب التوب وحسب الموديل لي بغيتيو، كل ما كان التوب فلويد وطايح كل ما كيجي لي فازمون كيجي غزال فيه. كان التوب شوية واقف ما ديروش لي فازمون بزاف كبير بزاف، ما تجيش التوب ما تجيش لاجوب مخنشة. دونك اسكون فيه ناخدو ان سول بانو وبيه غادي نخدمو لاجوب ابانو كاملة. دونك اسكون فيه كناخدو دابا ان سول بانو جو بي لو كوبي ناخدو. الوغ بالنسبة للطول ديال لاجوب انا خديت 90 سنتيم، ثم كل حدا تاخد العبار اللي بغات. دونك غادي نقطع ان سول بانو فوالا، بيان سور كنحيد لي كالب، هانتوما كتشوفو معايا جونليف لي كالب. هنا كذلك الوغ هاد لاجوب ابانو بحال دابا كتجي في بلدي كتجي غزالة، بلاصة ديال الخياطة نقدرو نديرو فيها مثلا كريسماس، نقدرو نديرو فيها قيطان، اون بو ميم باسي بارفوا كاين لي كيدير حتى ل حتى سيفان، كتجي فريمون تخي تخي جولي. دونك هادي هي، هدا هو لو بانو ديالي. غناخد ان سور بانو يعني غادي نخدمو لاجوب كاملة بحال لي قلنا. الوغ هدا هو لو بانو ديالي فوالا. الوغ سور بانو غنديرو لي بازمون ديالو كناخدو. الوغ الوغ بالنسبة لي بازمون كيسكون في لي بازمون حسب شنو بغيت انا ندير في جلايا لي شتو معايا. انا عندي 18.6 البانو كامل، لي بغيت جلايا يكون واسعين في المسال في شاك بانو غادي نزيدو نقولو عندي 18.6
فوالا 18.6 نقدر نزيدو عليه مثلا 4. حنا نديرو غير بوغ أغونديغ نديرو 4.4 هي عندنا 23 سنتيم. دونك 23 سنتيم في جلاي في شاك بانو. بما أن عندي 6 ديال لي بانو دونك 23 يضرب 6 في 6 هاتيني 138 سنتيم. دونك 138 سنتيم كاملة في الدرة ديال الجلاي لتحت. هي شحال هتجيني في النص ديال لاجوب إلا قسمناها على جوج هتجيني 69 سنتيم في لارجيسمون لتحت ديال لاجوب ديالي. ألوغ بالنسبة لي هاد لي بغينا نقولو الزيادة لي زدنا في شاك بانو 4.4 تقدرو ديرو 5 تقدرو ديرو 6 مثلا درنا 5 غادي نفرقو 2.5 في شاك بانو درنا 6 سنتيم غنديرو 3 و 3 في شاك بانو. أنا درت 4.4 غندير 2.2 من هنا و 2.2 من هنا كل بلاصة كل جنب ديال البانو غنديرو 2.2 و 2.2. إذن على بركة الله بالنسبة للإلاجيسمون ديال البانو منين كيبدا بحسب كاين لي مثلا كيمشي من الجنو كيبدا إيفازي كاين لي فوق الركبة كيبدا إيفازي حسب الموديل. بو أنا بما أن كندير بلدي أنا جو في إيفازي شوية تحت لي هونش غادي نهبط شوية تحت لي هونش غنبدا إيفازي باش لا جوب تجي فغيمون واسعة و تجي غزالة. دونك بالنسبة لي هونش ديالي في المسال نقدو نهبطو. بو أنا غادي نهبط مثلا بواحد نشوفو لي درنا مثلا واحد 15 سنتيم جي لو كومونسا ايفازي. دونك جو ديسون دو 15 سنتيم باش يجي ليفازمون فوالا كنديسون جو ديسون دو 15 سنتيم ابارسيغ مي اونش. هنا تشوفو معايا هنا عندي الحزام هذا الحزام وهنا لي اونش. الوغ حطنا 15 سنتيم 15 سنتيم ا بارتير دي هانش ومن هنا مع هاد لا بارتي هادي اللي كتشوف عندي هنا غادي نرسمها اون اوتر كولور باش ندير لكم. هنا من هنا ا بارتير دو لا غادي نبدا لي بازمون ديالي غادي فازي دو كوتي ديال البانو ديالي. دونك كيش كو جو في كناخد واحد الطريف هكذا ديال كاريت. بون انا جي با لو سكوش غادي نديرو غير بلي زيبان المهم تفهمو الدرس مزيان. الوغ فوالا غادي هنا نديرو ها غادي ندير هكذا جو في ايبانكلي. هذا واحد جهة ديال البانو جيستيغ يكون كيبان لكم ها نشوفو نشوفو هنا مزيان. الوغ ها الحزام ها لي هونش هبطت ب 15 سنتيم وغادي ندير لي باسمون ديالي فوالا. الوغ ندير هكذا جو في ايبانكلي فوالا الوغ لي درت بهاد الجهة ديال البانو نفس الشيء كندير لوطخ كوتي باش يجيني البانو مقاد ميجينيش عوج. الوغ كاسكو جو في شوفو معايا هادو هما جلايل نقولو هما دو جلايل كاسكو جو في جو ايفازي دو 2.2 بحال قلنا من هاد الجهة فوالا. لوطر كوتي غندي نفس الشيء. الوغ من هنا غادي ناخد المسطرة ديالي وغادي نمشي من بلاصة فين هبط ب 15 سنتيم من تحت لي هونش وغادي نلاقي هادو دو بوان هكذا غادي نمشي كومسا فوالا هنلاقي غادي نديرو حنا هكذا فوالا اي جو في اي فازي جيستيغ كون كيبان لكم مزيان. غادي نكمل الكاميرا باش تبان لكم مزيان فوالا. هانتوما شوفو معايا هنا باش تهبط ب 15 سنتيم لي هونش ماشي كنطلع شي شويه شي شويه وكنمشي هكذا هكذا اي جي فاز حتى لتحت ديال الجلاي هما دو الجلاي ديالي. الوغ بالنسبه للجيب انا درت 90 سنتيم ديال الطول نتوما الطول ديالكم ديروا لي بغيتو. كان هنا 2.2 ديفازمون دو شاك كوتي ديال لو بانو ديالي ولا ميم شوز كندير الجهه الاخرى. الوغ هاد لو سكون ابل هذا سي لو بغيتو تقولو سو سون دي كي انا كنعيطو ميا لارجيسمون افيك لي كي لي جبرتيون تقدر تجيبهم في الانترنيت سو سون دي زيراجمون افيك دي كي. دونك هنا لي شوز كندير هكذا غادي جو في ايبانغلي بون جي با دو سكوش نتوما وفات هذوك لو سكوش اي فوالا ونعمل دو دال في دو عاوتاني من الجهه الاخرى فوالا ونلاقي كذلك
Et voilà. Donc, هذا هو البانو ديالي. J'espère que vous avez bien le con. Alors, هاي جدايب. Voilà. Donc, ها هما باش هبطنا. ها هنا ماشي. إيفازي حتى لتحت. هاي جدايدي اللي هما هادو. هنا بيان سور غادي نقادو لتحت مزيان. باش ما يجيش طالع شي نازل. إي جارونج هكذا. Voilà. Voilà. Alors, d'abord, je vais couper le panneau d'y aller. Je vais faire comme les basements. Voilà. Alors, on se bat, on se bat la jupe à panneau. On aura un seul panneau, bien qu'un seul. C'est pas la peine de prendre les six panneaux. Ok, il est. Un seul panneau qui est fait. On va mettre un seul panneau. On dira deux panneaux le قدام بجناب افقد وبانو الوسطاني ديال القدام اوبلي وبالنسبه للظهر كذلك واحد في الظهر غادي يكون اوبلي لو ميليو دو بيان سور يكون اوبلي بحال القدام اوبلي ولو دو كوتي ديال لا جوب غادي يكونوا كل واحد كل بانو بحديتو صنو فيه شحال ستة ديال البانو 3 بانو في القدام و 3 بانو في الظهر دونك انا غادي نكوبي سا Bon, j'espère que vous pouvez belle comme bien. Alors. Alors. Alors, pour pas nous tirer, on va attendre que je me cache sur rien. Non. Ok, bien sûr. Alors, voilà le panneau d'hier. Voilà, j'amène. À partir de 15 centimes, on va presque élargir. De deux côtés de chaque panneau. Bon, si vous voulez faire un petit peu de temps, si vous voulez faire un petit peu de temps, laissez-le dans les commentaires. Je vous remercie, Inch'Allah, Rahman Rahim. Et là, on se retrouve dans le cours précédent. On dira, Inch'Allah, le salon de la jupe à panneau. On continue le baqiya avec la ceinture. Et la ceinture de la jupe, bien sûr, il y a le khiata de la ceinture. Et le khiata de la ceinture, Inch'Allah, Rahman Rahim. Et là, on se retrouve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.